طلب الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالبداية الحمد لله على سلامتكم وعلى سلامة عوائلكم، ونتمنى إن شاء الله تكونون بخير ونعمة. إن شاء الله أنا أخذكم هذه مادة اللغة الإنجليزية. فمادة اللغة الإنجليزية بالواقع راح تكون مقسمة إلى 4 أقسام أساسية، اللي هي الريدينج والرايتينج وال listening وال speaking. زين، احنا بصورة عامة طبعا كل شيء يخص المادة راح تلقونه موجود على الجوجل كلاس روم. فأي ماتيريال أنا أنزلها بالجوجل كلاس روم. فأنت على سبيل المثال هسه أنا اليوم عندي الثاني صباحي شعبة باء، فتلقون المحاضرة موجودة على هذا جوجل كلاس روم مالتكم. زين، طبعا إذا أكو طلاب ما مشتركين فأرجو يعني تواصلكم وياهم، تحثوهم على الاشتراك. شنو عندي أنا باللغة الإنجليزية؟ عندي أشياء أساسية أنا راح أعتمد عليها. بالريدينج إحنا طبعا عندنا محاضرات قطع نقرأها ونشرحها ونوضحها لكم، ويكون على أساسها يعني جزء من المادة، وتكون عليها أسئلة بالواقع. فإذا نجي للغة الإنجليزية، لاحظوا هنا عندي مثلا هذا الكتاب كويست اسمه. أنزل لكم أنا مثلا شابتر، زين، ونبدي نشرح عنه ونبدي نقرأ مثلا قطعة ونوضح مفردات القطعة والكلمات الغير واضحة والجديدة عليكم. بعدها تجي أسئلة، طبعا تجي أسئلة عن القطعة، وأحيانا تكون أكو أسئلة هي تخص الجرامر، وقد تكون الأسئلة هي تخص صفات عامة أو سلوكيات عامة موجودة عند النيتيف سبيكر أو بالبلدان اللي تتكلم اللغة الإنجليزية. اللغة الإنجليزية لغة مهمة حيوية، وهي طبعا اللغة الأولى بالعالم. الشغل ما تحصله إلا يكون عندك لغة إنجليزية. إذا تكمل دراسات خارج العراق فأنت تحتاج اللغة الإنجليزية. وإذا تريد يعني تطلع على الثقافات الأخرى فتقرأ لغتهم. هاي إن شاء الله. الشيء الثاني فيما يخص الـ listening، دائما أنا أحب أستخدم هذا الموقع تيد توك اسمه، اللي هو طبعا كل واحد يقدم فد فكرة أو تجربة من حياته ويلقي عنها، يلقيها أمام الجمهور حتى يستفادون من خبراته. الحلو بيه هسه هذا أي موضوع أو أي مقال أو أي فيديو ناخذه، لنفرض خلنا ناخذ هذا فيديو قصير How to come out at work about anything، يعني شلون تعرف عن كل شيء. إذا تلاحظون هنا أكو ترانسكريبت، هنا يتكلم لك عن المتكلم، وهنا ترانسكريبت إذا تضغط عليه باللغة الإنجليزية، وممكن أكو أكثر من لغة. ومن يبدي يتكلم شلون جاي يظلل الكلام وتقدر تتابعه وياه. فأنا عادة مثلا المحاضرة أعطيكم إياها، أقول لك مثلا تروح على الفيديو الفلاني وهذه الأسئلة تشوفها وتجاوب على الأسئلة. طبعا شنو صنعه وتتابع بالكلام مالته وتحاول تحل الأسئلة. زين، هذا بما يخص الليسنينج. الشيء الثاني اللي أحب أنوه عليه اللي هو الماتيريال راح نستخدمها. طبعا الماتيريال أكو كتابيا، أكو هذا الكتاب اللي هو نيو هيدوي، راح أنزله لكم بالموقع، اللي هو يتضمن
عباره عن انترميديت. زين، يضمن ايضا مقالات، ويضمن تراكيب الجرامر، ويضمن اسئله عامه والى اخره، حتى السنين، بس انا ما عندي يعني القرص مالته. وعندنا كتاب اخر اسمه كويست، موجود الدكتور احمد، ان شاء الله انا اسوي سكانر للفصول اللي راح نعتمدها. واكو كتاب يعني نستخدمه بالمستقبل اللي هو الجرامر، جرامر نيوز، اللي هو يتكلم عن الجرامر بصوره عامه، بس احنا راح نروح على اشياء مخصصه بالجرامر، مو كل الجرامر يعني. خلال الكلام مالتنا، خلال المحاضرات، بعد نشوف مواضيع اللي هي ما متطرق لها، حاول نوضح. فهذه الماتيريال اللي راح نعتمدها. هذه قلنا الكتاب الاول، لازم نحصل نسخه من عنده. اذا ما حصلنا نسخه الكترونيه، نحتاج انه نوفرها، نسوي سكانر. زين، الشيء الاخير اللي احنا لازم ننتبه له، انه انا احيانا اطلب من عندك نسوي جوجل ميت لكتشر. فهذه جوجل ميت لكتشر راح تكون تفاعليه، انتم تدخلون مثل الامتحان الاعتيادي نفس الشيء. واخذ حضوركم على جوجل ميت، يعني انا ما لي علاقه بالحضور. هو جوجل ميت يسجلك. زين، وبعدين طبعا يعطيني قائمه اكسل بالحضور مالتكم. واضح؟ من تدخل بالجوجل ميت ايضا تغلق الصوت، تغلق الكاميرا، واذا عندك تساؤل ترفع ايدك، رايز هاند او لو هاند. زين، فهذه هي يعني شنو الامور الاساسيه اللي راح نعتمدها بالمحاضرات. ماده اللغه الانجليزيه، وماده اللغه الانجليزيه هي ان شاء الله ماده يعني خفيفه الظل عليكم، لان يعني هي ماده تخصصيه، وان شاء الله احنا نحاول يعني نتكلم باللغه الانجليزيه بصوره مستمره حتى نطور من السبيكنج مالتنا. هذا اللي عندي هذا اليوم، وان شاء الله الاسبوع القادم راح يكون نبدي محاضرات فعلية. وبس نقطة أخيرة قبل لا أنهي وياكم، شيء وحيد، أنه أنا ترى أخوان راح ننزل قوائم الحضور على جوجل كلاس روم، وأعطيك اللينك مال الفيديو، أو أقول لك ادخل على المحاضرة اليوم جوجل ميت. فبالقوائم الحضور ما تبقى مفتوحة لايف تايم، يعني ما تبقى مفتوحة طول مدى الحياة أو أسبوع أو أسبوعين، لا، هي 24 ساعة وتنغلق، وراها بعد الغائب غائب. زين، والامتحانات أيضا على جوجل كلاس روم، وإن شاء الله الأمور تمشي وياكم، ونتمنى إنه هذا الوباء ينتهي حتى ترجعون للصفوف وتكون تفاعل أكثر، لأن راح يصير يعني التعامل فيس تو فيس، يعني بصورة مباشرة. شكرا جزيلا لكم.